هذه المزرعة المغلقة في الصحراء الأسترالية هي الأولى من نوعها في العالم، فهي تهدف إلى إنتاج 17,000 طن من الطماطم سنوياً بالاعتماد على أشعة الشمس ومياه البحر المحلات فحسب. شركة دنماركية هي من أشرفت على مشروع مزرعة ساندروب. هذا المشروع خلق اهتماماً كبيراً بالمشاريع الخضراء التي يمكنها توفير الاحتياجات المحلية للطاقة الخضراء. نظام المزرعة يسند إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة التي تسمح باستغلال أشعة الشمس بطريقة فعالة. عادة عندما نقدم حلولاً تعتمد على الطاقة الشمسية، يكون ذلك بهدف توفير التدفئة. هنا لدينا نظام يوفر جملة من الحلول في مجال الطاقة الخضراء. يتم استخدام طاقة الشمس من أجل إنتاج المياه العذبة اللازمة للري، ثم يتم تحويل الطاقة إلى كهرباء لتدفئة المحاصيل في فصل الشتاء. نشعر وكأننا وضعنا علامة على الخريطة الجغرافية قائلين بأنه يمكننا توفير حلول جيدة اعتماداً على الطاقة الشمسية. الخبراء يعتقدون أن نظام مزرعة ساندروب قد يكون حلاً للمشاكل التي تواجه المزارعين في جميع أنحاء العالم، مثل ندرة المياه العذبة والجفاف، إضافة لارتفاع تكاليف الطاقة.